دليلون هم الذين يعرفون ما معنى الفن أو ماذا يدل عليه الفن ويشير. هذا السؤال أعتقد سؤال جوهري ومهم جدا، والأهم من هذا علينا أن نعرف ما هي العلاقة بين ما هو ديني وما هو فني، وهل هنالك علاقة وطيدة أم علاقة متعارضة؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة السريعة، فكونوا معي. عرف في البداية، السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. في زمن اليونان شخص اليونانيون ما نسميه الآن بالفن. هذه العبارة أو المفهوم لم يكن له سابق على اليونان، اليونان وحدهم الذين بدأوا بتشخيص ما أطلقوا عليه اسم فن، أي أنهم صنعوا مفهوما جعلوا منه إطارا لمجموعة من المفاهيم بدورها في الداخل، وأيضا إطارا لما يقوم به الإنسان على أرض الواقع ويفكر ويعمل وينتج. عبارة فن في الأصل معناها اليوناني يدل على المعرفة، وطبعا هي تدل بالتأكيد على المهارات المختلفة. وما يقصد بالمعرفة لدى اليونان آنذاك أن هذه معرفة اختص بها الإنسان وحده. هنا يجب أن نفرق بين ما نسميه فن وما نسميه تجربة. هنالك فرق كبير بين الأمرين لدى اليونان، خاصة لدى أفلاطون. يقول بأنه أن ما هو على صلة بالتجربة، أي الإنسان يمارس تجربة معينة ويتعود عليها بأن يصنع شيئا، مثلا أن يجلب الحطب أو يشعل النار أو يصنع شيئا ما لنفسه، هذه العملية لها علاقة بالحرف، وبالتالي هي ليس لها علاقة وطيدة بالمعرفة، إنما لها علاقة بالتكرار والاستمرار في ممارسة معينة. لكن الفن يقف، الفرق بين التجربة والفن هو أن الفن يعتمد أساسا على المعرفة، والمعرفة الإبداعية تحديدا. ويطلق عليها أفلاطون الفرق بين التجربة والفن، يقول تحديدا، يقول التجربة خالية من الفهم العقلي، وهذه التجربة هي عملية حاصلة عن طريق عشوائية غير معرفية يعول فيها على الممارسة وحدها. أما الفنان، هنا الفرق، فيضيف إلى الطبيعة المعرفة والممارسة معا. فهذه المعرفة والممارسة راح توضح لنا المسألة الحادة بين الأمرين، أن هنالك أنواع من المعرفة والممارسة. مثلا ممكن نقول لاعب رياضي مثلا، فالرياضة هي نوع من أنواع الفن بالنسبة لأفلاطون، لأنه يقول ماذا؟ لأنها قائمة على المعرفة، هي ليست مجرد تكرار حركات، إنما أنت لديك هدف ولديك معرفة وتحاول أن تتعلم وتواصل التعلم، وبعد ذلك هذا لا يتحقق، لا بالنتيجة يتحقق شيء ما يسميه فن. وكذلك الطبيب، فالطبيب أيضا يحاول أن يكتشف أبعاد الجسد البشري، مشاكله وكل علله، أي أن معرفته قائمة على العلم. بمعنى بالنتيجة نصل إلى خلاصة نهائية بأن الفن هو نوع من أنواع المعرفة العلمية والقائمة على العلم. ويحدد هنا أفلاطون علاقة الفن بالعلم بقوله في كتابه فيلاغ، أن كل فن إنما يرقى إلى الصفاء والدقة والمتانة والصحة بمقدار اعتماده العلم، وبمقدار ما يتقلص فيه حيز الإحساس والرأي والممارسة العشوائية. طبعا هنا المشكلة أنه كما رأينا بأن أفلاطون يميز بين الفن والتجربة، ويميز بشكل واضح، لكن هنا تحدث مشكلة أنه عندما يميز بين الفن والعلم، وهنا تصبح الأمور أكثر ضبابية وأكثر غموضا.
كذلك الغموض يتضح أكثر بعلاقة بين ما مصطلح أو مفهوم الفهم الفن والعمل. فنلاحظ مثلا في عندما فنون مثل النحت والرسم نجد أن الجانب العملي فيها أكبر من الجانب الفني، وهنا تحدث إشكالات كيف نحدد أن هذا العمل هو فني أو هو فن عملي وما شابه، وهل له صلة بالفن أو له صلة بالتجربة واللا إبداع إن صحت التسمية. وهنا يتسع مفهوم الفن لدى أفلاطون ويصل حتى حدود السياسة والمنطق، ويقول أو يرى بأن هنالك فرق بين الفنون العملية اللي تتضمن علم كامل في الأفعال، وهي فنون تنتج أشياء لم تكن موجودة في السابق، وثم من جهة أخرى الفنون المعرفية التي تناظر أو توازي الفنون العملية، وهذه منفصلة عن العمل، وهي ترمي فقط إلى المعرفة الخالصة. وهذه الفنون هي تدعو أو تركز على فنون التدبر وحسم الآراء، وهذا اللي نجده عادة في الهندسة المعمارية والسياسة على سبيل المثال. طبعا لاحظ شوف سلسلة المفاهيم والمتداخلة مع بعضها، السياسة، فن، نحت، هذه وفنون، علم، عمل، هذه كلها مفاهيم ابتكرها اليونان، ومن خلالها استطاعوا أن يبتكروا أنساق فلسفية ضخمة ما زالت تأثيراتها حتى يومنا هذا. وهذا ما عجزت عنه الشعوب الأخرى، خاصة الشعوب الشرقية التي لم تبتكر مفاهيم مجردة يستطيعون من خلالها تأسيس مع معارفهم على أساس فلسفي وعقلي ومنطقي دقيق وواضح وقابل لأن يتطور ويبحث تجري الأبحاث على أساسه، إنما بقي عقلا غيبيا يحاول أن يستكشف الأشياء بطريقة سطحية خارجية، هدفها ليس التعرف والاكتشاف إنما الاستعمال والاستثمار، أي أننا غالبا ما نمارس فنونا عملية، وهذا ربما كان وليس فنونا معرفية ولا مفهومية قادرة على استنباط مفاهيم ومعادلات تنطبق على حالات متعددة في الحياة وفي الوجود، مثل ما مثلا عندما يأتي فيثاغورس يأتي مثلا لديه مفهوم الرياضيات مثلا، هذا المفهوم يأتي ومفهوم العدد مثلا، فيأتي ويرى المصريين في زمن الفراعنة أو من يسميهم من الذين يسمونهم الفراعنة حسب النص التوراتي اليهودي، يأتي يراهم يبنون الأهرامات عن طريق الخيوط والحبال ويقيسون هذه الحبال ومن خلالها يستطيعون معرفة النسبة يعني معادلة المثلث يعني مربع الجذر التربيعي للوتر يساوي حاصل جمع مربع الضلعين الآخرين. فكانوا يضطرون الفراعنة المصريين القدماء إلى أن يأتون بحبال طويلة جدا ويحاولون أن يحسبون قيمة الوتر. فأتى فيثاغورس قال لا حاجة لكل هذه العملية، لا نحتاج هذه، وضع معادلة ممكن أن تنطبق على جميع الحالات وجميع الظروف وجميع الأزمان يعني، وبعد ذلك اتضح أنه ليس جميع الأزمان لأنه هنالك هندسة غير إقليدية، هذا موضوع آخر ما أريد أتطرق إليه، لكن هذه القاعدة ثابتة وصحيحة وناجحة في كل زمان ومكان. ومن خلالها أيضا اكتشفوا النسبة الثابتة بين نصف قطر الدائرة ومحيطها. فهذه المعادلة هي تخلينا نفهم كيف يفكر هؤلاء. هؤلاء يفكرون بطريقة تجريدية، يحاولون أن يضعون مفاهيم كلية شاملة، ومن خلال المفاهيم الكلية يستنبطون كل شيء ويضعون الأشياء ويعيدون تصنيفها حسب المفاهيم التي ابتكروها. مفهوم الفن هو من هذه المفاهيم التي نادرا ما نعتبر أنه مفهوما
أنه مسألة مفهومية، لا هو مفهوم، حاله حال مفهوم الرياضيات ومفهوم العدد والحساب وما إلى ذلك التي وضعها اليونان القدماء. وهذا ما لحد هذا يعني عندما نقرأ نطلع على تاريخنا بأكمله المعرفي والثقافي والديني لا نجد مفهوم معادل لمفهوم الفن إلا بأشكال بسيطة جدا وبدائية وقريبة من ما يسميه الجانب العملي أو ما يسميه أفلاطون بالفنون العملية وليس النظرية، والتي هي كما يعرف أنه يميزها عن التجربة، ويعتبر التجربة هي وليدة العادة وليس وليدة المعرفة والعلم. الحاصل إذن هو مفهوم الفن لدى أفلاطون مفهوم واسع وشاسع جدا، وتدخل فيه كثير من وجوه النشاط البشري ووجوه النشاط المعرفي أيضا والعقلي. وهذا بالنتيجة راح يخلينا نضع مفهوم الفن ضمن مفاهيم الأساسية الكبرى الأخرى، وما يعادل مفهوم الفلسفة أو الفعل الفلسفي، وأيضا ما يتعلق بالرياضيات، المعارف الخاصة بالرياضيات، وأيضا المعارف الخاصة بالعلم. فهذه مفاهيم الكبرى الموجهة لدى النسق المعرفي الذي ابتكره أفلاطون. هنا لا بد من إشارة إلى مفهوم المحاكاة لدى أفلاطون، وهو مدى تطابق الفن مع الحقيقة، وهل هنالك من الضروري أن يكون هنالك تطابق بين الفن والحقيقة أم لا؟ وهذا الموضوع مهم بالنسبة لأفلاطون، لأنه هو وضع المذهب المثالي وقال بأنه لكل شيء هنالك، كل قضية هنالك مثال ونموذج كلي يطابق الحقيقة النهائية المرسومة له، أو المثال أو الفكرة بالمعنى المطلق الإيديال. يعني هذا السؤال مدى تطابق الفن مع المثال أو الحقيقة شغل أفلاطون كثيرا، ومن خلاله طبق مفهوم المحاكاة على هذه العلاقة. هو أفلاطون أخذ مفهوم أيضا لإجابة على هذا التساؤل، هل علاقة الفن بالحقيقة؟ راح ربطها أفلاطون أيضا بمفهوم آخر لديه، وهو الاستطيقة أو الجمال أو ما نسميه علم الجمال، وهذا ولد إشكال كبير جدا. طبعا علم الجمال، مفهوم الجمال أو الاستطيقة هو أكبر من مفهوم الفن، لكن هنا حدث إشكال كيف نفهم ما طرحه أفلاطون من علاقة بين الفن والحقيقة وبين الجمال أو الاستطيقة والحقيقة. فهو يرى بالموازاة، يرى بأن من أخص خصائص أي حقيقة هو الفكرة أو المثال الذي يمثل هذه الحقيقة. لا، السؤال إذن ماذا يمثل الفن؟ يعني عندما نأتي إلى الفن، ما هو أبرز شيء يمثل الفن؟ فيقول هو مفهوم المحاكاة، أي ومعنى أن الفن هو في جوهره محاكاة. هنا تحدث مشكلة، إذا كانت المحاكاة فهي محاكاة للطبيعة، وبالنسبة لأفلاطون الطبيعة متغيرة، لا ليست في لا لا وجود لها في عالم المثل، إنما الطبيعة دائما متغيرة ورجراجة ولا يمكن استنباط حقائق منها. هذا هو اللي أدى بأفلاطون إلى أن يضع الفن ضمن دائرة الطبيعة، ويصفها أو يضع للفن مفهوم المحاكاة، وفي يعني ينظر إليه بمرتبة أدنى في المحصلة النهائية، وبالنتيجة أنه خالي من أي حقيقة، فهو متغير ولا يمكن أن تستقر عليه أي حقيقة كما يحصل في عالم المثل، والذي هو عالم تستقر فيه الحقيقة استقرارا نهائيا. هي هاي نفس العالم المثلي والعالم الإلهي الذي بعد ذلك أترك تأثيره على الأديان التوحيدية بدءا من المسيحية وانتهاء بالإسلام. هنا نتساءل ما معنى المحاكاة لدى أفلاطون؟ لدى أفلاطون المحاكاة بالنسبة له هي إنتاج صورة للشيء وليس حقيقته. هنالك أشياء في هذا العالم ومتغيرات ومواد وأشياء كثيرة، لكن
الفنان ماذا يفعل؟ ينتج صورة لهذه الأشياء، لكنه لا يمكن أن يصل إلى حقيقتها ولا يستطيع. والقول بأن هنالك إنتاج فني، هذا يحيلنا إلى مفهوم الإنتاج. ماذا ما المقصود بالإنتاج؟ هو يصنف أفلاطون نوعان من الإنتاج، يقول أن هذا الإنتاج، هناك إنتاج إبداعي وإنتاج ينتج حقائق، أي أن هنالك فن يقدم لك صورة الشيء كما هي، وهذا يقدم لك حقيقة الشيء، لكنه ليست حقيقة إنما صورته فقط الحقيقية، وهذا نسميه الفن الطبيعي. مثلا عندما واحد يرسم حيوان مثلا، ويحاول أن يتطابق 100% مع الصورة الأصلية. وهنالك الفن الإبداعي الذي ينقل صورة الحيوان بطريقة التي يراها الفنان، ويجد أنها هي الطريقة الأفضل، بمعنى آخر ويضيف شيء على هذا، على الحقيقة الموجودة في الخارج التي هي متغيرة طبعا حسب أفلاطون. والآن هنالك مثال ضربه أو ساقه أفلاطون، وهذا المثال هو مثال السرير. في حوار له مع سقراط أو بعنوان سقراط، قال أفلاطون أو تساءل ما هو جوهر المحاكاة؟ قال بأن هنالك، على سبيل المثال فكرة السرير، هنالك أسرة كثيرة جدا، لكن هي في كل الأحوال فكرة السرير تبقى هي نفسها ثابتة. وهنا يظهر الفصل بين عالم المحسوسات وعالم المثل الذي يؤمن أو الذي وضعه وابتكره أفلاطون. فيقول بأن الأول هو خاضع للثاني، وخاضع في تفسيره للثاني. فكرة السرير بالنتيجة هي أكثر عناصر ماهية السرير صفاء حسب تعبير، أو بعبارة أخرى هي جوهر السرير. فكرة السرير هي جوهر السرير ذاته، وهذه الفكرة موجودة أين؟ موجودة داخل الطبيعة أو في الطبيعة. والمقصود، يعني ماذا يقصد أفلاطون بهذا الطرح؟ يعني يقول بأن فكرة السرير سابقة في وجودها على الفعل الإنساني أو العمل الإنساني الذي أنتج السرير. أي أن النجار عندما يفكر بصناعة سرير، فهو الفكرة موجودة في ذهنه قبل أن يبادر بالعمل. والسؤال هنا، كيف تتجلى فكرة السرير لدى صانع السرير؟ هذا هنا يحيل أفلاطون فكرة أن هذه الفكرة موجودة في الطبيعة كما قلت. وهنا ما معنى الطبيعة هنا؟ الطبيعة معناها ما أي شيء يتجلى عن ذاته، أو تتجلى ذاته دون أن يكون هنالك أي فعل خارجي عليه. أيضا أن بالنسبة للفكرة هي تتجلى أو تظهر نفسها انطلاقا من ذاتها. إذا هذا التجلي هو تجلي طبيعي. ويستنتج من هذا أفلاطون بأن عالم المثل أو الأفكار، يعني بمعنى عام بالمعنى المطلق، هو دائما هذا العالم هو موطن الحقيقة أو خزان الحقيقة النهائي. وكلمة طبيعة، إذا لاحظنا أن هنا كلمة طبيعة، أو حتى فيزيكس، فيزوس يعني، أو فيزيس باليوناني، هي تتطابق مع كلمة الحقيقة. فالحقيقة الطبيعة هي تجليات المثل أو تجليات الحقيقة وفقا لأفلاطون. بمعنى آخر، عندما يأتي النجار ويصنع السرير، فهو ماذا؟ تتجلى فكرة السرير في ذهنه، فماذا يفعل؟ يذهب إلى الخشب ويخرج الفكرة الموجودة داخل هذا الخشب. بهذا المعنى يصور أفلاطون الأمور، أي أنه لا ينتج السرير، إنما يجلي وجه السرير الأول في الخشب. وجه السرير موجود داخل الخشب، لكن يأتي النجار تبزغ هذه الفكرة في ذهنه، ويخرج هذه الصورة من داخل الخشب التي هي موجودة فيه ضمنا. هنا
تحدث مشكلة. لماذا يرى ما يفعله النجار أو حتى الفنان في منحوته ما عملا واطئ القيمة أو قليل القيمة؟ يقول بأن فكرة السرير هي باعتبارها مطلقة موجودة داخل الخشب، والخشب موجود داخل العالم، فهو مادة محسوسة، بالتالي مادة لا تمثل الحقيقة المطلقة أو المثال الحصيلة المثل الخاصة بأفلاطون. فعندما يأتي النجار ويستخرج فكرة السرير من داخل الخشب، هو يستخرج شكل من أشكال السرير هذا، وجه من وجوه السرير فقط، لكنه لا ينتج، لا يستطيع إعادة فكرة السرير على حقيقتها الكاملة. أي أن النجار ماذا يفعل؟ عندما يحاول استعادة فكرة السرير، يشوه الفكرة الأصلية وينتج أسرة بأشكال مختلفة. هذا التنوع في أشكال السرير أو الصنم أو التمثال أو أي منتج أو عمل فني، هو استعادة للفكرة الأساسية المثالية، لكن هذه السعادة لابد أن تتشوه. لماذا؟ لأنها ما زالت ضمن عالم الطبيعة أو المحسوسات. طبعا هذا لا يمنع أنه هنالك من وجود طريقة مختلفة يتحدث عنها أفلاطون أيضا بطريقة طريفة، ويقول ممكن في هنالك طريقة أنه نجلي حقيقة الشيء أو المثال الموجود داخل كل شيء. مثلا عندما نريد أن نجلي حقيقة الشمس أو حقيقة السماء مثلا، نأتي بمرآة ونرى حقيقة هذه السماء أو حقيقة هذه الشجرة أو أي شيء نختاره، فبالتالي هذا القمر نراه في المرآة فهو سيجلي حقيقته لنا، وهذا التجلي هو أفضل من التجلي الفن، وهو بهذا يعني يحط من شأن الفن في حسب وجهة نظري. ويرى يعني بالنتيجة، ويرى بأن كل ما يفعله الفنان هو محاولة لتقديم صورة للشيء الحقيقية للشيء، والتي هي موجودة أصلا في عالم المثل. فما يفعله النجار هو بالضرورة مثال السرير، لن يصل إليه مهما حاول. لكن عندما تأتي بمرآة، ممكن أن تأتي مجرد تضع يعني تنقل الصورة بدون أي جهد فني. هذا النتيجة النهائية. مفهوم المحاكاة لدى أفلاطون له علاقة بالميتافيزيق، أو لها علاقة بالعالم المثل الذي يفترضه، وبالتالي يحط من شأن هذا مشان الفن، لأنه هو يعتمد على عالم المحسوسات وليس على عالم المثل. طبعا يأتي بعد ذلك أرسطو ويبني على ما فعله أفلاطون، يعني يبني على مفهوم المحاكاة عند أفلاطون، ويقول أنه يعرف الفن بطريقة فيها نوع من الاختلاف، ويقول الفن هو تهيؤ خلاق يعاضده العقل، ويرى بأن الفن يختلف عن التجربة، فالفن بصفته تهيؤا نابع لا محالة من التجربة، غير أنه لا يقف عندها، لأنه يتطلب دراسة وتعمق وتعلم فحسب، لا يتطلب فقط دراسة وتعلم، إنما يتطلب أيضا مرانا وتعودا، يؤدي بالنهاية إلى المزيد من الدقة والإتقان. وعندما يتحدث أرسطو عن العلاقة بين الفن ووجوه اشتراكه مع التجربة، يقول بأن هذا يتمثل في معرفة ما هو خاص، فإنه متميز عنها، عن التجربة يقصد، لكونه في وجه آخر من وجوه معرفة بما هو كوني. فهو الفن شأنه شأن الطبيب الفنان الذي يعرف ما يصلح لكل حالة خاصة، لكنه يعرف إلى ذلك ما يصلح للناس عموما. هنا يفرق أرسطو بين الفن والعلم، فيقول مثلما كان هنالك للفن وجه اشتراك مع العلم متمثل بمعرفة ما هو كوني، فإنه مختلف عنه في قابليته للتطبيق العلمي على ما هو خاص. وهذا طلع يؤدي بعد ذلك أنه العلم له علاقة، لأنه مرتبط بموضوع البرهنة، متعلق أيضا بواجب الوجود، لكن الفن يعني بصفته هو معرفة خلاقة وليس معرفة برهانية،
متعلق بمسألة الإنتاج وما هو عرضي وليس جوهري. أيضا هنا وضح أكثر أرسطو من أفلاطون، وضح الفرق بين الفن والفعل الأكشن يعني. فإن كان الفن مثلا كما يقول وجه اشتراك مع الفئة المتمثل في إمكانية التطبيق على ما هو خاص، فإنه مختلف عنه من حيث أن الغاية من في الفئة المضمنة في النشاط ذاته وداخل فيه. طبعا من أشهر مقولات أرسطو هي الفن محاكاة للطبيعة. هذه العبارة هي نلقاها بالكتاب الثاني من الفيزياء لأرسطو. ودائما يعني عندما يتحدثون عن الاستاتيك والجماليات وما الى ذلك دائما يتطرقون الى هذه العباره. والحقيقه انه هنا اكو سوء فهم بالفن محاكاه للطبيعه. بالحقيقه انه يقول افلاطون هنالك ان الفن احيانا يستطيع ان ينجز ما لا تستطيع الطبيعه ان تنجزه. يعني ويقول بأنه يرى بأن الفن بالحقيقة ينشئ ما هو كامن في أشياء الطبيعة. يعني صحيح هو يحاكي الطبيعة يعني لا يعترض عليها، لكنه أيضا يستطيع أن يقول أيضا بأن الفن ينجز ما لا تستطيع الطبيعة إنجازه. فهو كما إذا رجعنا لمثال السرير عند أفلاطون يرى بأنه السرير يصنع النجار، هو سرير يصنع النجار يرى هو ليس سوى إنجاز معين للخشب به يصير سريرا. السرير في الحقيقة موجود في الخشب بالقوة، ولم يكن يتحول إلى وجود بالفعل إلا بواسطة مهارة النجار التي تجعل الكامن إنجازا موجودا وجودا فعليا. يعني هذا النموذج السرير أو السرير الموجود داخل الخشب هو لا يمكن استخراجه إلا بمهارة عبر مهارة النجار نفسه. وهذا ينتج لماذا أن نربط هذا الكلام بقول أرسطو بأنه الفن ينتج ما لا تستطيع الطبيعة إنجازه. فهو النجار عندما يستخرج السرير من الخشب فهو ينجز شيئا لم تستطع إنجازه الطبيعة بحد ذاتها. النتيجة أن عمليات الفن من هذا الباب هي محاكاة عمليات الطبيعة. فمقولة أرسطو الفن محاكاة للطبيعة هو تعني أن هنالك انسجام عميق بين هذين الميدانين، أعني ميدان الفن والطبيعة، وبالنتيجة علاقة الإنسان بالطبيعة. هذا يؤدي بنا إلى أن نعرف لدى أرسطو أن هنالك نوع من وحدة في الإنتاج الفني بين قطبين، أولهما العمليات الطبيعية من جهة، والأخرى هي عمليات الفنية من جهة أخرى، أي ما تفعله الطبيعة وما يفعله الإنسان، وهذا يؤدي إلى وحدة وتواشج بين الاثنين. وهنا المفارقة الكبيرة اللي تتضح، أنه الإنسان أحيانا أو الفنان يعني أحيانا يكون أبعد ما يكون عن الطبيعة، لكنه في الوقت نفسه هو جزء منها ومتوافق ومنسجم معها. رأيي الشخصي أنا في الختام أقول بأنه الفن هو الحد الفاصل بين الإنسان والعالم المحيط به، أو ليس الحد الفاصل إنما الحد المتداخل بين الإنسان والوجود أو الطبيعة التي وجد ضمنها. الطبيعة هي المدار الأصغر، والوجود والكون بأكمله هو المدار الأكبر أو الكلي. فإحنا موجودين ضمن المدار الطبيعي، وهذا المدار الطبيعي نحن ضمنه، ولكن الفن يعبر عن علاقتنا المحسوسة بالعالم ورؤيتنا لهذا العالم عن طريق ماذا؟ ليس عن طريق الذهن إنما عن طريق الحواس. فنحن عندما نمارس الأشياء، عندما نلمس الأشياء نحاول أن نلمسها بطريقة ما، هذه الطريقة تتحول إلى فن حسب وتراتبيات فنية. مثلا أنا ألمس الشيء بطريقة فيها نوع من الذوق، ما هو الذوق؟ هنا له علاقة بالعقل، له علاقة بالتجربة، وهذا يؤدي بالنهاية إلى فن
أو نمط خاص من العلاقة بيننا وبين الأشياء وبين كل شيء آخر طبعا. وحتى عندما نتعامل مع الصوت، والصوت أيضا تعامل فني يعتبر، هو يتحول إلى غناء مثلا، أو يتحول إلى موسيقى أو ابتكار موسيقي. هذا الصوت نتعامل معه فنيا، فهنالك شخص يتعامل مع صوته بطريقة فيها فن راقي بحيث يروق للآخرين، وهنالك من تجد له صوتا لا يطرب أحدا مثل صوتي أنا يعني، لأن أنا عندي مشاكل في الحنجرة لا تحصى. لكن الفكرة بأنه هنالك من يغني تطرب له، وهنالك من يغني لا تطرب. لماذا؟ لأنه هذه العلاقة بين الطبيعة والتعامل مع الأشياء هي التي تخلق الفن، لأنه هذا الذي تطرب له هو ينتج فنا من ما هو موجود كامن في الطبيعة أصلا، وهذا اللي يسميه أفلاطون بالمحاكاة الطبيعة. لكنه ماذا يفعل؟ ينسبه إلى مثل العالم، مثل خارج الطبيعة أو مهيمن على الطبيعة، أو له علاقة بمفهوم النوس أو العقل الخارجي المهيمن على الطبيعة، أو واجب الوجود عند أرسطو، وينسبه إلى اللوغوس. اللوغوس هو قوانين التي العقل، لوغوس أو الكلمة، أو يعني اللي هو اللوغوس اللي يصير القوانين التي تعمل وفقها، كل يعمل وفقها كل شيء سواء داخل الوجود أو خارج الوجود، يعني ممكن نقول عليها قوانين الفيزياء. لكن ولهذا السبب نقولها مثلا ترمينولوجي أو جيولوجي أو سوسيولوجي، فهو العلوم عموما كلها، اللي هي اللوجي بالأخير هي من اللوغوس. في الحلقة القادمة راح أتحدث عن الفن في مفهوم الفن بالعصور الحديثة، منها خاصة لدى كانت ولدى هيجل تحديدا، أو هيجل باللفظة الصحيحة، وهي مفاهيم ستثبت بأن الفن هو مفهوم متغير مع الزمن ولا يمكن جاي حصره في شكل محدد. لكن هو عموما هذا دائما تجعل من الفنان مفاهيم، مفهوم الفن هو دائما مرتبط بالفنان اللي هو عبارة عن صانع ماهر يستطيع أن يفعل ما يشاء ضمن علاقته بهذا العالم وطريقة تحسسه له. وهنا أشير بالنهاية بالختام إلى الفرق بين الفن والدين، وأرى فيه بأن الدين هو الفعل الذي يفصل الفنان، يعني هو تقارب بين الدين والفن في رأيي أنه أحدهما يعاكس الآخر. الإنسان عندما يجد نفسه داخل هذا العالم، داخل الوجود، يشعر بوجود حاجز بينه وبين هذا العالم أو الطبيعة التي وجد فيها. هذا الوعي بوجوده داخل هذا العالم يجعل منه منكمشا، يجعله منكمشا مترددا، يحاول أن يترك له مساحة خاصة به أو يؤسس له مساحة خاصة به وحدود خاصة به تفصله عن العالم الخارجي، وبناء على هذا الفصل يحاول أن يقيم الصلات، إما نبذا وكرها ورفضا وقتال ونزاعا، وإما استعطافا يعني توسلا، يعني كما نرى أن فكرة العبادة هي تقوم على هذا الأساس، وأن هنالك وحدة أو كينونة اسمها الإنسان أو الجماعة البشرية أو القطيع البشري. هذا القطيع يجب أن يتوحد وينكمش على ذاته خشية التفاعل الحاد أو غير المدروس مع العالم الخارجي. لكن الفنان بالنسبة له الأمر متداخل، لا يشعر بوجود الفنان، يعني كفكرة مثالية يعني على طريقة أفلاطون، الفنان لا يشعر بوجود هذا الحاجز ولا يحتاج وجود هذا الحاجز، على العكس تماما، يريد أن يكون هو ضمن العالم ويعيش ضمن هذا العالم وموجود ضمنه ويتحسس بكل شيء فيه. فعندما نرى رسوم الإنسان بداية على الجداريات الكهوف أو على السطح الداخلي الكهوف، نشعر بأن الإنسان يرى العالم ويشعر بوجود هذا العالم ويحاول أن يكون جزءا منه بإعادة رسمه أو التعبير عن
تفاعل حواسه مع العالم، عندما يرى شيء هو يحاول أن ينقل هذه الصورة التي يراها بطريقته هو، وليس بالضرورة أن ينقل ما هي عليه الطبيعة كما هي، لكن هو نتيجة هذا التفاعل بين الصورة الأصلية الموجودة خارجه أو والصورة التي تنطبع في ذاكرته وشخصيته والتي تعبر عنه بالنتيجة، هذه النتيجة هي التي تنتج لنا الفن. الصورة التي يتفاعل بها المتدين الخائف المتردد أو الذي يرى أنه منفصل عن العالم الخارجي وأن لديه قوة واتصال سحري أو خاص مع نفسه، وأن عليه أن يكون حذرا ومنفصلا عن هذا العالم ولديه خصوصيته، وأن العلاقة بينه وبين هذا العالم هي علاقة ضدية أو ندية، سلبا أو إيجابا، خضوعا أو استتباعا أو اتباعا أو استتباعا، فهذه العلاقة تصبح علاقة صراعية وليس علاقة انسجامية. الدين لا ينتج الانسجام، إنما ينتج الاحترام، كما ممكن إذا حسب القافية ينتج الانفصام عن الواقع وعن العالم الخارجي، لكنه يستعمل العالم الخارجي بطريقة غير فنية أو معاكسة للفن. الفنان يفعل العكس تماما، وهذا الموضوع له بحث طويل. شكرا جزيلا، وأتمنى أشوفكم في لقاءات قادمة. مع السلامة.